السلام عليكم كريم مدام شرف منى مضافه بمصحه الدماء الاجتماعي. اليوم كنشوفكم دايرين واحد الوقفه احتجاجي، هذه اول مره؟ لا خويا ماشي اول مره، يعني في المصحه كانت تقريبا هذه اول مره. كنا كنمشيو للدار البيضاء المحل ديال اليونتي ديالنا الدار البيضاء، وكانت تما كتقوم على المشاكل الداخليه ومشاكل الموظفين، مشاكل ديال الخصاصه، مشاكل ديال الكلام اللي كيروج في الكولوار. يعني مره لي بولي كلينيك غادي يتباعوا الخصاصه، مره الزيادات كاينه الزياده ديالنا اللي عطانا سيدنا الله ينصرو وما استافدوش منها الموظفين ديالنا بالحق العلمي. استافدوا شي فئه او شي فئه ما استافدتش؟ لا ما استافدوش، ما استفدناش منها، ما استفدناش منها، يعني الناس كلها ديال الضمان الاجتماعي حتى واحد ما كان مستافد منها. دابا المشاهدين بغيو يعرفوا اهم المشاكل اللي كتعانيو منها. هما المشاكل كاينه داخليه، كاين واحد التقلش فيها، واحد مؤخرا النقص ديال الموظفين. كاين المشاكل من ضمنها ديال لي فاكاسيون اللي ولات عندنا بزاف، يعني هذا كاين واحد شويه ديال كاين مشاكل عاود كبيره اللي بزاف عاود، هي النقص ديال الادويه، النقص ديال الماتيريال، تقادم ديال الماتيريال اللي ولا دابا عندنا، ولا الاخوان اللي موظفين لا في الجهه ديال البلوك اوبيراتوار، يعني ما بقاش كيتحملوا داك الماتيريال اللي تيخدموا به. هذا مع العلم كاينه واحد المجموعه اللي كتثابر على الغسيل والنقاو والمجهودات الاداريه مع الدكتور ديالنا. طبعا كتلقاو شكايات من عند المرضى والمواطنين على حساب هذا، كيلوموكم انتم ربما. كلشي كيجي لعندنا حنا، كلشي كيخلي هذا، الحمد لله كاين عندنا مسؤولين قايمين بالواجب. يعني تيقول لك اذا حضر لكم مشكل صيفطوا جيو الناس يجيو لعندنا، يعني تيدخلوا باش يحلوا المشكل، ولكن كل نهار ماشي شي حاجه، ماشي شي حاجه سهله. اذا شكرا. العفو سيدي. المشاكل قائمه والاداره نائمه، وقفة احتجاجية هذه جاءت كنتيجة لعدة ضغوطات كيعرفها كتعرفها الشيخ غيلة بالمصحة، وعلى غرار جميع المصحات ديال الضمان الاجتماعي، لأن ولينا كنعيشوا ظروف عامة شوية يعني صعبة بحكم أن تقادم الإمكاني الآلات الطبية، عدم أو قلة الإمكانيات المتوفرة، الضغوطات يعني النفسية ديال الشيخ غيلة بحكم أن قلة اليد العاملة، لأن كان مع المغادرة الطوعية خلقت واحد الخصاص في شغيله، ما انعكس سلبا على العطاء وعلى المردوديه ديال جميع الطاقم، لا طبي ولا الطاقم ديال التمريض بصفه عامه. شكرا، خليك معنا. السلام عليكم. السلام عليكم. نبغيو نعرفوا واش شكون المسؤول على هذا الملف هذا بالضبط؟ واش قدمتوا شي شكايه للجهات المسؤوله؟ هما كاين الناس اللي مسؤولين على هذا سميتو، وكاين كيف قال الاخ كاين تردي في سميتو، بلا بالنسبه لا بالنسبه للامكانيات، فهمتي، بالنسبه لتقادم الالات العمل، وكذلك كيعيشوا دائما كنعيشوا كتهديد بان المصحه ستفوت وكذا، يعني ان هنا كنعيشوا كتهديد، يعني كتهديد. وهاد الوقفه هادي جات احتجاجا على تلبية المطالب وتلبية المطالبين اللي حطته الجامعة، الاتحاد المغربي للشغل، الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي. حطته واحد الملف اللي من ضمن النقط ديالو هو الاتفاقية الجماعية، وكان واحد جديد في الاتفاقية الجماعية، إلى أن منذ سنتين أو أكثر أن هذا الملف المطلبي مطروح، ومازالت الإدارة ما استجبتش المطالب ديال هاد التلبيات هاد الاتفاقية الجماعية. واليوم المستخدمين ديال الضمان الاجتماعي في المصحات على مجموعة التراب الوطني هي كدير هاد الوقفة الاحتجاجية في آن واحد، في آن واحد، في آن واحد على الصعيد الوطني، على الصعيد الوطني،
ومن ضمن الاحتجاجات زيادة على الاتفاقية الجماعية هو أن المستخدمين ديال الضمان الاجتماعي في المساحات كيعانيوا من ضعف التجهيزات ديال هذا ديال المساحات اللي باش يكون عندهم واحد باش العمل ديالهم يستمر في شروط وفي ظروف ملائمة، لأن هذا العمل في المساحات هو عمل حساس جدا، لأن الممرض والطبيب في المساحات أو في جميع المستشفيات وفي المساحات كذلك يعاد في المساحات بالفعل هو واحد العمل اللي هو إنساني واللي مشروط عليه أنه يكون كيعملوا في واحد الظروف ملائمة، وهذه الظروف الملائمة ما كيناش لحد الآن، لأن كاين ضعف تجهيزات وتجهيزات اللي قدامه وما بقاوش كي كتجي جهات من وزارة الصحة كدير مراقبة بحال هكا تشوف اش اللي خاص؟ لا وزارة الصحة لا ما شغل، وإنما حيت حنا علاش عندنا واحد الديجي خاص كيجي من الضمان الاجتماعي، الضمان الاجتماعي هو اللي كيمول هاد المساحات اللي هي كتخدم مع التغطية الصحية، كتخدم مع عندنا لامو التغطية الصحية الإجمالية مع تعاضديات، وهذا العمل ديال المساحات هو كيلبي واحد الحق في الصحة، واحد فئة مهمة من خصوصا العمال، فئة مهمة من المواطنين وخصوصا العمال، لهذا لأن التواجد ديالهم على الصعيد الوطني هو واحد التواجد ضروري، لأن هي كتقدم واحد العمل اللي هو حق من حقوق الإنسان هو الحق. إذن شكرا شكرا شكرا.